قد تجد نفسك في العديد من المرات تقود سيارتك في طرق غير مريحة قليلاً، لكن لن يكون الأمر مثل هذه الطرق التي سأذكرها في هذا الفيديو. إليك أخطر 10 طرق في العالم. لكن قبل ذلك لا تنسى دعمنا من أجل تقديم المزيد من الأشياء المبهرة على هذه القناة. في المركز العاشر، طريق تينيامين. استكشاف المنتزهات الوطنية شيء رائع بالفعل ويمثل هواية للكثيرين، لكن من الممكن أن يكون هنالك خط رفيع للغاية بين المتعة والموت، وهذا ما ينطبق على منتزه تينيامن الوطني في مقاطعة هونان الصينية. يمتد الطريق المتعرج على 11 كيلومترا من القاع إلى الأعلى، وبمجرد أن تصل إلى أعلى الطريق حتى تدرك أنك على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر. واستغرق بناء الطريق حوالي 8 سنوات وتم افتتاحه عام 2006. إضافة إلى منعرجاته الخطيرة فهو طريق ضيق وبه أنفاق ضيقة أيضا، ولا يصلح المرور عبره لضعاف القلوب. بالرغم من أن رؤيته من الأعلى تشجعك على التجربة، إلا أن السائق لن يشعر بالمتعة بتاتا لأن الطريق لا تمنح لك مجالا لأصغر الأخطاء. في المركز التاسع، طريق المراعي الخيالية. مسار جبلي مرتفع وخطير بدون حواجز ولا تتم صيانته أبدا، يبلغ طوله أكثر من 16 كيلومتر. يبدأ الطريق من كاراكورام إلى قرية تاتو بالقرب من فيريميدوز، وهي وجهة خلابة على ارتفاع حوالي 3300 متر فوق سطح البحر. حجمها ضيق جدا، وحركة خاطئة واحدة قد تمنحك سقوطا حرا من أعلى الجبل. لم يخضع الطريق المرصوف بالحصى لأي إصلاح منذ أن بناه القرويون العرقيون في جبل ناغا بربات منذ مئات السنين. يتم إغلاقه في فصل الشتاء نظرا لأن الطريق يكون مغمورا بالثلوج. تم تصنيف الطريق على أنه ثاني أكثر الطرق فتكا للأرواح في العالم، لأنه طريق جبلي غادر وضيق وغير مستقر. في المركز الثامن، طريق نافاكي غوليانغ. تم نحت طريق غوليانغ في جبال تانيانغ والتي تقع بمقاطعة هينان الصينية. تقع قرية غوليانغ في جرف على ارتفاع 1700 متر في أعماق جبل تيهانغ، وتحيط بها الجبال من ثلاث واجهات وتواجه جرفا في الجهة الرابعة من الموقع. في البداية كان هذا الطريق الوسيلة الوحيدة في وجه سكان القرية للخروج إلى الحضارة، حيث قاموا بنحته داخل الجبل لتسهيل حياتهم اليومية. وبأدوات بسيطة قضى 13 من سكان القرية ساعات طويلة كل يوم من عام 1972 إلى عام 1977 في شق طريق بطول كيلومتر تقريبا يتسع لعربة واحدة، يلقب بممر الجرف. وبالرغم من وجود نوافذ على الجنبات لمنح بعض الضوء للطريق، إلا أنه يعتبر ممرا مخيفا وخطيرا، خصوصا عندما تتقابل مع عربة تأتي من الاتجاه المعاكس. وكونه طريق قرية فقط لم يمنع سمعته من تجاوز الحدود، ويزوره السياح ورواد المغامرة من جميع أنحاء الصين والعالم. في المركز السابع، طريق بيزوبيو. أحد الطرق الجبلية الرائعة في إيطاليا، وبقدر ما هو مذهل فهو خطير أيضا، لدرجة أن الزوار والسكان المحليين يفضلون التنقل عبره بالدراجة أكثر من أي وسيلة نقل أخرى. يتواجد الطريق بمنطقة فيتشونسو الجبلية المعروفة بجمالها الدرامي. هي طريق خطيرة لكن بها بعض الحواجز في بعض الأماكن، إلا أن هناك بعض الزوايا الزرقة والضيقة التي لا تمنح الكثير من الثقة لمستعمليها، وهنالك صخور في كل مكان ونفق صغير جدا وخطأ صغير قد يعجل بطيرانك فوق الحافة والموت الفوري. ويقول السكان المحليون أن طريق هذا الجبل قد تم تشييده منذ آلاف السنين حتى قبل ظهور السيارات. تمت توسعته مؤخرا لكن ليس بالشكل المطلوب والآمن. في المركز السادس، طريق الموت في البرازيل. BR116 في البرازيل هو أطول طريق سريع في البلاد، ويمتد على طول 4320 كيلومترا من شمال البرازيل إلى جنوبها. تملأها الشاحنات الكبيرة أكثر من أي طريق أخرى في البلاد، لكن ما يميزه أكثر هو جرائمه المتعلقة بالأطفال، لكننا لن نناقش هذا الموضوع في هذا الفيديو. بدلا من ذلك سنطرح سؤالا عما جعل الناس يلقبون طريق BR116 بطريق سريع نحو الجحيم أو طريق الموت، وكلاهما لقبان مناسبان. تشتهر المنطقة بظروفها الجوية غير المستقرة والتي يمكن أن تلحق الضرر بالسائقين،
حيث تقع الكثير من الحوادث على هذا الطريق بسبب الطقس وحركة المرور الكثيرة خصوصا الشاحنات الكبيرة. يتوفر الطريق أيضا على العديد من العوائق التي يجب عليك تجنبها مثل المنعرجات الحادة والمنحدرات وغيرها. في المركز الخامس، طريق تاروكو جورج. إذا كنت في عطلة في تايوان وكنت متجها في سيارة أو حافلة سياحية إلى طريق تاروكو جورج، عندها ستدرك أنك قريب من الموت من أي وقت مضى. الطريق ضيق وملتف وسيء للغاية، زد على هذا الرياح الشديدة والأعاصير والأمطار التي تعرفها المنطقة في موسم الشتاء، ناهيك عن النشاط الزلزالي للمنطقة، وكل هذه المقادير تمنحك وصفة كاملة لكارثة حقيقية. في كل موسم أعاصير تسقط أحجار كبيرة من أعلى الجبال وسط الطريق بسبب الانهيارات الأرضية، زيادة على الزوايا العمياء والمنعطفات الحادة والنفق الذي لا يتسع لعربتين من اتجاهين معاكسين. في المركز الرابع، طريق سيلفيو باس. هو ممر جبلي في شمال إيطاليا يبلغ ارتفاعه 2757 مترا فوق مستوى سطح البحر، وهو أعلى ممر جبلي في جبال الألب الشرقية وثاني أعلى طريق في جبال الألب. يقع بين سيلفيو في جنوب تيرول وبورميو في محافظة سوندريو. تم بناء الطريق الأصلي في عام 1820 من قبل الإمبراطورية النمساوية لربط مقاطعة لومباردية النمساوية السابقة مع بقية النمسا، وكان مدير المشروع آنذاك المهندس كارلو دونيغاني. ومنذ ذلك الحين لم تتغير الطريق كثيرا، ما زال يوجد بها 75 منعطفا حادا، 48 منهم على الجانب الشمالي مرقمة بالحجارة. تجربة القيادة في هذا الممر التاريخي رائعة، لكن من الأحسن أن تركز أكثر كي تصل بسلام إلى الأسفل، لأن به منعرجات كثيرة وحادة ومن بين أكثر الطرق خطورة في أوروبا على مستوى الحوادث. في المركز الثالث، الطريق العابر لسيبيريا. الطريق السريع العابر لسيبيريا يمتد على عرض روسيا من بحر البلطيق في المحيط الأطلسي إلى بحر اليابان على أكثر من 11,000 كيلومتر، ويعرف باسم AH6، ويمتد من مدينة سان بيترسبورغ إلى مدينة فلاديفوستوك، ويعتبر أطول طريق سريع وطني في العالم. المشكلة في هذا الطريق أنه ليس طريقا واحدا، بل مجموعة من الطرق المتصلة فيما بينها، بين طرق واسعة وطرق ضيقة، وعبر الغابات وطرق تكسوها الثلوج. يحتوي الطريق العابر لسيبيريا على عدة تراقيم اعتمادا على أقسام مساره، وعند مرورك من هذا الطريق يمكنك توقع أي شيء يحدث لك لطول المسافة وتغير الجغرافيا والمناخ حسب المناطق، إضافة إلى أن الطرق متصلة فقط وتختلف بنيتها وشكلها، بالإضافة إلى فساد رجال الشرطة ببعض نقاط هذا الطريق. في المركز الثاني، طريق دالتون. طريق دالتون السريع هو طريق في ألاسكا يبلغ طوله 666 كيلومتر. هي طريق معزولة تماما ولا إشارة على معالم الحياة بجانبها، ولا توجد تغطية للهاتف الخلوي ولا مقاهي للراحة مع 3 محطات بنزين فقط. وبالرغم من عزلته فالطريق يعرف حركة لا بأس بها للشاحنات، حيث تستعمله حوالي 160 شاحنة يوميا في أشهر الصيف و250 شاحنة يوميا في فصل الشتاء. ويقع الطريق السريع على بعد أميال قليلة من المحيط المتجمد الشمالي، وينصح السائقون بحمل المعدات الطبية للبقاء على قيد الحياة لعدم وجود المستشفيات في المنطقة وكل الأشياء التي قد يحتاجونها طوال الطريق. ولو حصل مشكل في السيارة فقد تجد نفسك عالقا في درجة حرارة دون الصفر. في المركز الأول، طريق زوجيلا. إذا كنت تستكشف الهند في مناطق لاداخ فربما ستصادف أناسا يتحدثون عن طريق زوجيلا والمعروف بكونه واحدا من أخطر الطرق في العالم. هو ممر جبلي مرتفع يقع على ارتفاع 11,500 قدم على مستوى البحر. إنه طريق غادر مع منعطفات متعرجة جدا وضيقة بحيث لا تتسع إلا لسيارة واحدة في بعض المناطق. هذا الطريق وعلى الرغم من خطورته فهو مهم جدا، ويربط بين السلاسل الجبلية للهيمالايا الغربية، ويشكل رابطا أساسيا أيضا بين لاداخ وكشمير، ويوصى باستخدام سيارة دفع رباعي في هذا النوع من الطرق. لكن بعد عاصفة ثلجية لا أظن أنها قد تجدي نفعا في هذا الطريق، بالإضافة إلى الثلوج تشهد المنطقة رياحا عاتية ما يصعب القيادة في زوجيلا خلال فصل الشتاء، إضافة إلى أن الطريق لا يتوفر على حواجز حماية
والقيادة به تكون على حافة الموت. نتمنى أن يعجبكم الفيديو، لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة إن أعجبكم هذا المحتوى. شكرا وإلى اللقاء.